لم يقل أبدا إن أصل الإنسان هو قرد. هذا الكلام ليس لداروين. لدي على الرف كتاب داروين أصل الأنواع. في هذا الكتاب لا توجد كلمة واحدة عن ذلك. المرة الوحيدة التي نجد فيها كلمة قرد عند داروين جاءت في العبارة التالية: ومما يوصف له أنه لا توجد في أيدينا بقايا عظام القرود البائدة. هذا كل شيء. عندها ينبثق السؤال: من الذي قال إن الإنسان جاء من القرد؟ سأجيبك عن ذلك، إنه فريدريك إنجلز. ففي كتابه أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، في هذا العمل يتناول متحد الوجود البشري ويقارن ذلك مع متحدات جماعات القرود شبيهة البشر، لا القرود المعاصرة التي يمكن مشاهدتها في حدائق الحيوانات. إنجلز تحدث عن قرود أخرى هي القرود القديمة البائدة. أعترف بأن هذه المعلومات جديدة بالنسبة لي. أفهم ذلك. أنا مصدوم بما قلته صراحة. نعم، وكذلك عند المشاهدين. شيء حسن جدا أن نكسر الساعد عن التصورات النمطية. ادخل إلى الإنترنت وستجد أن كثيرين ينادون بداروين، بل إن ذلك بات دارجا، حتى أن كلمة دارويني تبدو أحيانا كشتيمة، علما بأن كثيرين من هؤلاء الشتامين لم يقرأوا شيئا لداروين، بل اكتفوا بسماع شيء. هسه سترى علاش وحدة واحدة آخر يقول لا، أصلا داروين لم يكن هذا، ولم يقله، ولم يق في أي مكان. التفتوا لي، هو يقول بأنه بابا هذه الخلية بدأت واحدة من فروع هذه الخلية انتهى شنو صار؟ قرد. واحدة من إنتاجات هذه الخلية وتطوراتها شنو صار؟ إنسان. فإحنا يجوز في مكان كنا متقاربين، مو طالعين، مو طولي شنو؟ عرضي عرضي. فهذولا من أجدادنا لو أولاد عمومتنا؟ ما أدري واضح ولا أصلنا واحد، مو أنه شنو هو في سلسلة ماذا؟ على شنو تضحك؟ أكو مسلمين قائلين بهاي النظرية أساسا ترى. على شنو؟ طب واحدة 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 خلي شيء واحدة واحدة. وإنما نظرية داروين شو تقول؟ تقول بأنه الأصل، ولهذا سماها أصل ال شنو؟ أنواع. أصل الأنواع يعني أكو نقطة وبدأنا منها. خلي ذهنك الاتجاه اللي يقول في سلسلة أكو شنو؟ قرد. الآن حتى يعرف هذول اللي اعترضوا علينا، جملة منهم يقولون كتاب ملحدون مولانا في صفحة 117 هاي عبارته، يقول: وقد حدث شيء شبيه بهذا من خلال انتقالنا نحن من التنظيم الخاص بالحيوانات الثديية إلى التنظيم كذا، وأسلافنا من القردة قبل ظهور الإنسان. إذن القردة وين واقعين مولانا؟ في سلسلة نسب وشجرة الإنسان. لم يصيبوا قط نجاحا عظيما أو يكونوا ذوي عدد كبير، وكانت هناك حتى تتحول القردة إلى إنسان مثل النزول من قمم الأشجار والوضع المنتصب وبعض الكبر في حجم المخ والزيادة في عادات أكل اللحوم إلى آخره. إلى أن صار شنو؟ من خلال ملايين أو عشرات الملايين مئات الملايين صار شنو؟ صار إنسان. ما أدري، عد على هذا التصور. خلي أقرأ الكلمات الآخر. هذا الموسوعة العربية العالمية المجلد العاشر، المجلد العاشر صفحة 227 يقول: ولا شك، وشوف هذا الاستبعاد النفسي يعني البعد النفسي، ولا شك أن النظر إلى الإنسان بوصفه كان قردا أمر بالغ الخطورة في الجوانب الاجتماعية والأخلاقية. لا 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 أبدا، علماء كبار هؤلاء الذين استطاعوا أن يحركوا هاي العلوم بهذا الشكل، أناس عاديين مولانا؟ أرسطو عادي، ولهذا تجد حتى الشيخ حسن زاده يعتقد أنه نبي. لماذا؟ يقول بابا لا يمكن أحد مولانا أن يقول شيء 2500 سنة يجر البشرية خلفه مولانا، كأنه قطار مولانا بده يجر البشرية. سهل هذا يعني؟ ابن سينا سهل 1000 سنة مولانا قانونه يصير الكتاب الأصلي في العلوم الطبية والفلسفة وإلى غيره. هذا إنسان عادي مولانا؟ ما يمكن أن يكون عادي، ما يمكن. أقرأ لك عباراته لمن مولانا؟ ها؟ للعارف بالله داروين. التفتوا إلى العبارة في الصفحة 509 و510 اللي آخر البحث، هاي تعليقاتي على الكتاب. شوفوا آخر شنو؟ آخر صفحة بعد هاي بعد شنو؟ الفهارس. شوفوها، أنا بودي اللي عايزين يشوفوها. مع الأسف ما يوجد هنا كاميرا حتى تأخذ الكلمات حتى يتضح. يقول التفت جيدا، وهكذا 509 و510 وهكذا، فإن أسمى هدف في هذا العالم. عجيب، يعتقد أن هذا العالم بشنو؟ هدف وغاية. المادة عندها هدف وغاية لو ما عندها؟ المادة العمياء عندها هدف؟ ما ولا يقبل أحد أنها عندها، ولا يوجد مادي يصر يقر أن المادة لها ماذا؟ هدف وغاية. يقول فإن أسمى هدف في هذا العالم وهذا الكون، إن هناك جمالا
وجلالا في هذه النظرة عن الحياة بقواها العديدة التي نفخها الخالق لأول مرة في عدد قليل من الصور أو في صورة واحدة. إذن الخلية الأولى الحية من نفخ فيها الحياة؟ الخالق. إذن بالنسبة إلى داروين المشكلة شنو؟ هذه تواجهه هذه الصخرة الصماء أو لا تواجهه؟ حلها هو يعتقد أنه خالق حولها من مادة. نعم تطورت المادة غير الحية إلى مادة شنو؟ ولكن مو بالتوالد الذاتي، مو بخاصية المادة وتفاعلاتها الكيميائية، بل بماذا؟ بنفخ، ونفخت فيه من روحي. وهذا مصطلح النفخ ده مصطلح ديني، ها؟ وهو شنو؟ والده كان مرشح أنه يروح يقرأ علم شنو؟ لاهوت. متدين كان، ولكن قال ما أصلح لهذا العمل. والطب مدخل ووجد سنتين وما أصلح لهذا العمل. خلاص أعيد العبارة، يقول